فوز ايضا على الزمالك منذ قليل ب 33-26. وامبارح برضه في نفس الاطار المباريات سبورتنج اللي هنلعبه النهارده تعادل مع الشمس 28-28. مظبوط. النتائج دي شايفها ازاي بالنسبه للبطوله، خاصه ان النهارده عندك مباراه لا بديل فيها سوى الفوز؟ بص، احنا هنقول ان نتيجه الاهلي والزمالك امبارح نتيجه كويسه، بقى معاك 5 نقط. نتيجه الشمس وسبورتنج تعادل، سبورتنج اصبح عنده 3 نقط والشمس عنده 3.5. الزمالك طبعا بعد لان هو خسران كل ماتشاته، لان هو كان داخل اصلا بنصف نقطه. فالنهارده مباراه الاهلي ومباراه سبورتنج هتبقى مباراه هيبقى ديربي، هو طول عمره ديربي على فكره، دايما تنافس ما بين الفرقتين وفرقه الشمس. ارتاحيه النهارده للنادي الاهلي ان هو ياخد المباراه ويبدا مباراه جامده وياخدها باذن الله عشان يرتاح في ماتش بتاع الشمس ان شاء الله غدا باذن الله. باذن الله. طيب كابتن محمد، فوز الشمس على الزمالك اولا نتيجه متوقعه، ومدى تاثيرها على مباراه الاهلي وسبورتنج؟ هي النتيجه متوقعه بالنسبه لان فرقه الشمس بقى لها فتره ماشيه بخطى ثابته، والزمالك في الفتره الاخيره بدا الكيرف بتاعه بينزل شويه. فكانت النتيجه بالنسبه للزمالك بعدته خالص عن المنافسه، والشمس يعتبر برضو داخل لسه في المنافسه وقدامه لسه المباراه بتاعت بكره. فالاهلي ان شاء الله لو قدر النهارده يحقق الفوز على سبورتنج ممكن بنسبه 75% البطوله تبقى ماشيه في طريق النادي الاهلي يعني. اكيد. طيب كابتن ياسر وكل الساده المشاهدين بالتاكيد بيتابعونا وعايزين برضو يمكن اللي بيتابع كره اليد للانسات عايز يعرف داتا اكتر وتفاصيل عن هذه المباريات. النهارده الاهلي وسبورتنج لما لعبوا مع بعض في دوري العمومي الانتصار كان للاهلي في المباراتين، يعني الاهلي فاز 29-21 وفي المباراه الثانيه فاز على سبورتنج 28-23. ولكن في لقاء نهائي قبل نهائي كاس مصر سبورتنج عمل مفاجاه وفاز على الاهلي. تمام. معطيات هذه النتائج مدى تاثيرها على مباراه اليوم، مش بتكلم على كتاثير نقاط لكن كتاثير فني او اهميه المباراه ومدى صعوبتها. بص، هنتكلم على لو كنا هنتكلم على مباراه الكاس ما بين الاهلي وسبورتنج اللي حقق فيها سبورتنج بطل الكاس. كاس طول عمره مباراه بتبقى بره الحسابات، يعني ما تعرفش الحاله بتبقى ماشيه ازاي. فدي ما نعتبرهاش مقياس ل البطولات. يعني انا شايف ان الكاس ده هو ماتش انت ونصيبك، بقيت كويس في الماتش ده اهلا وسهلا، ما بقيتش خلاص راح منك. واعتقد ان بنات الاهلي الموسم ده لازم يحققوا بطوله الدوري، انه مش ممكن هيطلعوا من غير بطوله. عندهم فرصه كويسه، هو داخل بعدد نقاط كويس، عنده النهارده 5 نقاط، سبورتنج داخل ب3 نقط. خبرات النادي الاهلي اعلى كتير، عنده النادي الاهلي عنده حارس مرمى كويس زي غاده زي موني زي ايه الحوشي، 3 على مستوى، بس نمره 1 عندنا اللي هو غاده. وعندي بعض اللعيبه برضو مستواهم الفني عالي جدا وخبراتهم عاليه. اكيد. زي سندس اللي هي محترفه بتاعتنا، محترفه تونسيه، محترفه تونسيه. وعندي نصره من اللعيبه اللي بتلعب بحماس وشراسه، ودايما فنان الحمراء دي عندها حاجه عاليه جدا. وعندي غاده طبعا نمره 1 في الحراس، عندي رنا راضي لعيبه من اللاعبين الصغيرين طبعا، هو اللاعبات في فتره الاحماء قبل المباراه من الصلاه. وعندي برضو ساره الخولي، عندي في بنت صغيره اسمها عظمه كابتن عبد الله اللي هي في 2002 لان انت عندك برضو كابتن يحيى داخل باصابه فريده. تمام. وينج ليفت هي عندها بتعمل رباط صليبي. تمام. فان شاء الله ربنا يوفقها باذن الله. طيب زي ما انتم شايفين قدامنا على الشاشه يمكن ده جزء كده من احماء فريق الانسات للنادي الاهلي قبل انطلاق مباراه سبورتنج. ان شاء الله المباراه هتكون الساعه 11 باذن الله، يعني بعد اقل من ثلث ساعه ان شاء الله. لكن شبكه مراسلينا بالتاكيد موجودين في كل مكان، وحاليا موجودين في صاله سيتي كلاب في ملعب السلام بالقاهره عشان نطمئن منهم من خلال متابعتهم ووجودهم داخل الصاله المغطاه عن اخر الترتيبات والاجواء وجاهزيه فريق الاهلي لهذه المباراه. هروح مباشره الى الزملاء الاعزاء، زميلي العزيز محمد توفيق والزميله العزيزه روزان نصر، اليكم الميكروفون، نعرف منكم الاخبار والاجواء في صاله سيتي كلاب في ملعب السلام.
مساء الخير الزميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك وضيوفك الكرام في الاستوديو كابتن محمد عبد الله وكابتن ياسر صلاح، وبالطبع برحب بزميلتي العزيزه روزان نصر. يعني منورنا النهارده في استوديو الابطال يا محمد، يعني يمكن جوله جديده من جولات استوديو الابطال النهارده ومباراه الاهلي وسبورتنج في ختام الجوله الثانيه من المرحله النهائيه لدوري عمومي سيدات. يمكن النادي الاهلي بالطبع بيدخل البطوله النهارده او بيدخل المباراه وهو متصدر جدول الترتيب، بالطبع كمان النادي الاهلي بيدخل هذه البطوله وهو حامل اللقب لعدد كبير جدا من البطولات المتوالي. ان شاء الله يكلل مجهوده ومجهود كل الجهاز الفني واللاعبين والنادي الاهلي يحافظ على لقبه الدائم في دولاب بطولات النادي الاهلي بدوري عمومي السيدات. يمكن يا محمد النهارده زي ما قلت لك ده المباراه في ختام الجوله الثانيه، يمكن كان في مباراه سبقت هذه المباراه كانت ما بين الشمس والنادي الزمالك وانتهت بفوز نادي الشمس ب 33 مقابل 26 نادي الزمالك، وبكده نادي الشمس بيستمر في الوصافه والنادي الزمالك بيقبع في المركز الاخير كما هو. يمكن زي ما قلت لك الاهلي وسبورتنج النهارده مباراه كبيره ما بين الفريقين، النادي الاهلي طبعا صاحب المركز الاول وسبورتنج المركز الثالث. للتحدث اكتر وعن ارقام المباراه وموقع الفريقين يمكن روزان نصر بقى تعرفنا اكتر. روزان يعني كلمينا عن ارقام الفريقين وازاي بيدخلوا المباراه النهارده وترتيبهم. في البدايه طبعا برحب بيك زميلي محمد توفيق، وبرحب بيك يعني يا كابتن محمد، وبرحب كمان بضيوفك الكرام في الاستوديو، برحب كمان بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني استكمالا لكلام زميلي محمد توفيق، خليني اقول لحضراتكم بعض المعلومات عن مباراه اليوم ما بين الاهلي وسبورتنج. النادي الاهلي طبعا زي ما زميلي قال يعني بيتصدر جدول الترتيب النهارده برصيد 5 نقاط بعد طبعا الفوز في مباراه الامس على حساب الزمالك بنتيجه 35-28، بينما يدخل سبورتنج في المباراه النهارده في المرتبه الثالثه برصيد 3 نقاط بعد التعادل طبعا امام نادي الشمس بنتيجه 28-28. الجدير بالذكر يعني يا محمد انه خلينا نقول انه اخر مباراه جمعت ما بين النادي الاهلي وسبورتنج كانت في اليوم الختامي للمرحلة ما قبل النهائية، وانتهت بفوز النادي الأهلي على سبورتنج بنتيجة 28-23. يعني بروزان زي ما قلت بالطبع دي كانت اخر مواجهه كانت في الجوله الختاميه في المرحله قبل الاخيره. محمد يمكن عايز اعرفك كمان يعني بسرعه نظام البطوله، يمكن تم تقسيم فرق الدوري العام الى مجموعتين، تم صعود اول 3 فرق من كل مجموعه، اتقسموا ل6 فرق يمكن لعبوا دوري من دور واحد، بعد يعني بعد ما بقوا 6 فرق لعبوا دوري من دورين. يمكن النادي الاهلي طبعا يعني احتل الصداره وبعديه نادي الشمس ومن بعده سبورتنج وبعد كده الزمالك. طبعا كل فريق دخل هذه المرحله النهائيه، النادي الاهلي بصفته في المركز الاول بنقطتين، الشمس نقطه ونص، سبورتنج نقطه، والزمالك نصف نقطه فقط. طبعا بعد نتائج الامس زي ما قلنا النادي الاهلي وصل ل5 نقاط، ومن بعده الشمس اللي وصل كمان النهارده بعد اضافه 3 نقاط امام الزمالك وصل ل6 نقاط ونص. وان شاء الله بفوز النادي الاهلي النهارده امام سبورتنج ان شاء الله يوصل للمرتبه الاولى ب8 نقاط. يعني يمكن دوري عموم السيدات زي ما قلت محمد النظام الجديد بتاعه النهارده او السنه دي مخليه اقوى كتير جدا، يمكن حجم مبارياته وكميه مباريات كبيره جدا. يمكن النادي الاهلي زي ما قلت في الاستوديو واتكلمتوا يعني مدجج بالنجوم، يمكن القائمه 20 لاعب يمكن هيجيب بس فقط فريده شلاوي طبعا لاجراء عمليه الرباط الصليبي، ولكن كابتن يحيى يوسف معاه 19 لعيب من بدء المعسكر. يعني تكلمنا بقى روزان الاهلي استعد ازاي للمباراه وللدوره بشكل عام. طبعا يا محمد يعني النادي الاهلي استعداد قوي جدا لدور النهائي بالدخول في معسكر مغلق من يوم الاربعاء اللي فات باحد الفنادق طبعا القريبه من الصاله هنا، وبرنامج الفريق كالاتي: فندق الاقامه، طبعا البدايه في فيديو للكابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق في تمام 5 مساء، وبعدها طبعا تناول وجبه الافطار في 6:30 مساء، ومن بعدها طبعا بيبدا الفريق يعني يجهز للتحرك لملعب المباراه. مش بس الاهلي كمان استعد بقوه، ولكن كمان سبورتنج يا محمد ويفكرون في الاستوديو استعد بقوه. يمكن فريق سبورتنج برضو هنا مقيم في القاهره من يوم الاربعاء اللي فات في معسكر مغلق بقياده كابتن اشرف صالح المدير الفني للفريق، يمكن اتكلمت معاه قبل بدء المباراه، قال له طبعا النادي الاهلي نادي كبير وهو صاحب البطوله الدائم، ولكن احنا عايزين نعمل مباراه كبيره قدام النادي الاهلي. طبعا كل المصري بتشوفنا وسعيدين باذاعه المباراه على شاشه قناه النادي الاهلي اللي كل الناس بتتابعها. باذن الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي، وان شاء الله تكون البطوله المفضله للنادي الاهلي وهي بطوله دوري عموم السيدات تظل في مكانها في دولاب بطولات النادي الاهلي. دي كانت كل الاجواء والكواليس هنا من صاله سيتي كلاب بمدينه السلام. العوده مره اخرى ليك زميلي محمد وزوف الكرافه، اتفضل. كل الشكر للزميل العزيز محمد توفيق على هذه التغطيه، وايضا كل الشكر والتوفيق للزميله العزيزه روزان ناصر. يمكن قربتونا اكتر من قلب الحدث وكنتم متواجدين بالتاكيد في صاله سيتي كلاب عشان نعرف من خلالكم اخر الاخبار والاجواء المتعلقه بمباراه الاهلي وسبورتنج في هذه المباراه المهمه جدا اللي بالتاكيد يا كابتن محمد الفوز النهارده للنادي الاهلي خلاص هنبقى على اعتاب المباراه الفوز الاخيره. الفوز النهارده هيقرب الاهلي جامد من بنسبه البطولة كبيره، ويبقى يكفي التعادل بكره مع الشمس او المكسب ان هو ما هو المكسب كده كده لو كسبان الثلاث ماتشات حتى لو تعادل، لكن لو تعادل يبقى حتى لو تعادل برده في صالح النادي الاهلي في صالح النادي الاهلي. ايوه
طيب انا ببص في تشكيل سبورتنج، يمكن لسه ما جاش تشكيل الاهلي دلوقتي، بس تشكيل سبورتنج لفت انتباهي في اربع لاعبات مواليد 2002، يعني بنتكلم في حوالي 20 سنه. هل ليهم دور رئيسي واساسي في تشكيل سبورتنج كابتن ياسر؟ طبعا اكيد معظم فرقه سبورتنج برضو عندها عناصر خبره كويسه ولعبت كتير مع النادي الاهلي في بطولات افريقيا، كنا بنستعين منهم زي مي هشام حارس مرمى، حارس مرمى ده هايل. مي جمعه سوري، مي جمعه من حراس المرمى نمره واحد في مصر. مي هشام كانت لاعبه واعتزلت. مي هشام كانت عندنا حارسه مرمى الاهلي واعتزلت، كانت وينج ليفت. كانت وينج ليفت. مي جمعه حارس مرمى سبورتنج، حارسه ليها تقولها ولازم يتعمل حسابها طبعا. وعندهم برضو سلمى هلال هاف، ده من الهافات الكويسين جدا. كان عندهم باك ليفت واعتزل بس دخل اللي هي نهى امين اللي هي رقم 45 2002، ده صغيره في السن، دي بنت هايله جدا. وبرده في جناح عندهم اجنحه كويسه زي حبيبه العربي دي من الونجات جناح ايمن. جناح ايمن ده كويسه جدا مش وحشه. عندهم عنصر خبرات طبعا، هنقول ان النادي الاهلي لا عنده عنصر خبرات اعلى بكتير. وطول عمره النادي الاهلي ما بيجي يلعب صاد سبورتنج او الشمس او اي فرقه ما عندناش تعادل، احنا عندنا مكسب. والجمهور متعود على فرقه البنات من سنين ان هو مكسب على طول، ما بيحصل ضرب، وارد ان هو يحصل ضرب بس على طول الحمد لله بنلحق ان احنا نلم الدروب على طول ونستعين تاني البطولات. طيب كابتن محمد، انا برضو من الاجزاء او الامور اللي لفتت انتباهي عدد اللاعبات اللي بيلعبوا في الجناح الايمن كتير اكتر من الجناح الايسر او حتى الباك الايسر. سبورتنج ده ليه مدلول ايه؟ بص حضرتك، فرقه سبورتنج بتعتمد على اللعيبه مواليد 96 و98 ونوات المنتخب، اللعيبه اللي هي كانت مضمومه للمنتخب بتاع 2002، فيهم ثلاث لعبات برضو 2002 كانوا بيعتمدوا عليهم في بالنسبه لفريق سبورتنج عامه يعني. فالاعمار كلها متقاربه شويه، بيعتمدوا كان على الناشئين والتفريق بتاع القاعده بتاعت نادي سبورتنج. عندنا برضو عندنا في الاهلي في فرح حازم، دي برضو 2002 لعبة رقم 40. دي برضو كان اللي اعتمد عليها في الفترة الأخيرة على أساس أن برضو في نقص عندنا في بعض المراكز، وكانت فريدة عشان طبعا عملت عملية رباط صليبي. بس هما عامة فرق اسكندرية بتعتمد على الأجنحة والسرعة بتاعة عندهم، بيبقى الهاندينج كويس، بيعتمدوا على السرعة، ومن خلال الدفاع بتاعهم بيقدروا يترجموا الكلام دوت الفاست بريك. تمام. فهتلاقي اغلبيه الاعتماد بتاعهم على الاجنحه، عشان كده هتلاقي في كذا لعيبه موجوده في الجناح بكثره يعني. طيب لغايه ما يجي لنا تشكيل الاهلي، سندس اللعيبه التونسيه ما كانتش امبارح موجوده في السكور، ما كانتش امبارح موجوده في الماتش. هل النهارده ممكن الكابتن يحيى يوسف المدير الفني لانسات يد الاهلي ممكن يعتمد عليها، ولا ممكن برضو ما تكونش موجوده في السكور النهارده؟ لا، هو بالتاكيد النهارده هيعتمد عليها، لان هو امبارح عمل روتيشن عشان يقدر يريح، انه عنده ماتشين اجمد من الزمالك اللي هو ماتش سبورتنج وماتش الشمس. فاكيد ان هو لازم يريحها، كان امبارح. تمام، وان شاء الله هي موجوده النهارده باذن الله. طيب لسه مكملين حديثنا، وبالتاكيد لسه عندنا تفاصيل اكتر في الاستوديو التحليل الخاص بمباراه الاهلي وسبورتنج لكره اليد للانسات، ولكن اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل باقي تفاصيل الاستوديو التحليل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد مستمرين في التغطيه الخاصه والحصريه بمناسبه مباراه الاهلي وسبورتنج في اطار مباريات المرحله الثانيه من دوري العمومي للسيدات. وبالتاكيد احنا بنتكلم في مرحله حاسمه ولا بديل عن الانتصار اليوم امام سبورتنج، خاصه بعد فوز الشمس على الزمالك. وبالتاكيد المرحله الاخيره او المباراه الاخيره غدا هي اللي هتكون الحاسمه في جوله هذه البطوله، وان شاء الله باذن الله يكون التوفيق حليف فريق السيدات في النادي الاهلي، خاصه بعد الانتصار الكبير اللي اتحقق بالامس على فريق الزمالك. طيب كابتن محمد عبد الله، يمكن كنا بنتكلم في التشكيل وكان لسه التشكيل معانا دلوقتي وبنبص في بعض الاسامي، لكن انا شايف ان مثلا في سندس النهارده التونسيه كانت موجوده، كابتن ياسر كان لسه من شويه بيقول لي غالبا هتبقى موجوده، لان كابتن يحيى كان بيعمل روتيشن، هي كان يعتبر كان بيتريح ماتش امبارح،
كابتن يحيى كان بيوزع الاحمال بالنسبه للاعبين، فاكيد كان مريحها امبارح على اساس ان عارف قوه المباراه امبارح مش زي قوه المباراه بتاعت النهارده. وعندنا طبعا ايه الحوشي موجوده، وعندنا اسراء موجوده، اسراء سيد، وعندنا فرح حازم، وعندنا ليلى حماد، وعندنا رنا راضي، ومنى عرفه، وساره حسام اللي هي ساره الكولي، وفي روان سعيد وفرح حازم، وروان سعيد وفرح حازم، وتقريبا ونصره موجوده كمان يعني. مكتوب موجوده. هي بس الاسم يعني الهام عيد عبد الملك. تمام. طيب الكابتن يحيى يوسف النهارده يا كابتن ياسر، الاداء او التكتيك اللي ممكن يلعب بيه المباراه او يبدا بيه المباراه تبقى ازاي؟ بص كابتن يحيى لازم النهارده هيخش من اول مباراه، هيحاول يخلص المباراه في اول 10 دقائق، هيلعب فاست بريك لازم، لان هم برضو بيلعبوا فاست بريك، هيبقى الماتش سريع شويه. بس ما يجي بص كده، عشان انتوا اتكلمتوا برضو ان في سبورتنج مواليد 2002، لا انا عندي النادي الاهلي مطلع من قطاع الناشئين بسم الله ما شاء الله، عندي سلمى عبد الرازق 2003، رونان سعيد 2003، عندي فرح 2003، عندي برضو دول اصغر كده اصغر وعندي شهد 2000، وعندي ليلى هيثم 2000، وعندي رانا لا رانا 98 لا عندي مجموعه كبيره صغيرين السن، ما عنديش الا بس تقريبا هنقول 5 أو 6 بس اللي هم كبار ومواليد 98، يعني برضو مش كبار لكن لما اجي ابص الاعمار بتاعه نادي سبورتنج هلاقي في مواليد 95، هلاقي مواليد 96 98 97 عنده بس فقط لغير أدواء 4 2002، و 2002 كانت بتلعب من السنه اللي فاتت مع الدرجه الاولى. الماتش ده هيبقى ليه حسابات خاصه، لان هو عايز يعوض ماتش كاس مصر، فاعتقد ان احنا هنتفرج على هاندبول من الفرقتين كويس عالي المستوى. طول عمره ماتش سبورتنج والاهلي بيخلص في اخر وقت اكيد. طيب حكام الملعب النهارده يمكن كابتن محمود رضا البلتاجي والكابتن حمدي ناصر حمدي، دول حكام الملعب النهارده. والحكام الترابيزه الميقاتي الكابتن سيف حسن، والمسجل الكابتن يوسف عاطف، والمراقب الكابتن هاني سعيد. طيب دول حكام مباراه اليوم النهارده في الملعب وحكام الترابيزه، نتمنى التوفيق يا رب لطاقم تحكيم مباراه اليوم. يمكن الجهاز الفني لسيدات يد الاهلي يتكون من كابتن يحيى يوسف المدير الفني، هو طبعا بالتاكيد خبره ومخضرم في هذا العمل خلال السنوات الأخيرة، والكابتن ناصر عبد الواحد مدرب عام، كابتن عاطف طه مدير إداري، كابتن صلاح راضي مدرب حراس، والكابتن محمد بعلوشة أخصائي تأهيل. طيب كابتن محمد، النهارده كابتن يحيى يوسف أنا سألت كابتن ياسر على الخطة أو التكتيك اللي ممكن يبدأ بيه، كابتن يحيى يوسف النهارده محتاج يعمل سكور كويس في الشوط الأول، ولا مباراة النهارده لازم يوزع المجهود على شوطي المباراة؟ هو هتفرق في البدايه بتاعه المباراه. يمكن اللي احنا ما اتكلمناش فيه بالنسبه لمباراه الكاس، كان الاهلي بادئ بدايه كويسه جدا، لكن حدث سوء توفيق شويه في بعض انهاء هجمات في الفترات الاولانيه بتاعه المباراه، خلت سبورتنج عالي في السكور شويه. يمكن اما حصل ان سبورتنج عالي عن الاهلي شويه في السكور، بدا التوتر يظهر في لعيبه الاهلي، لكن لعيبه الاهلي المفروض مستواها معروف وثابت بالنسبه للمباريات اللي هم لعبوها كلها، وفي اداء للاعبين كتير موجودين في الفريق. انا بصراحه يعني يمكن لما اتفرجت على ماتش سبورتنج في كاس مصر فوجئت بالحاله اللي هم عليها في مباراه الكاس بالذات، لاني ما كنتش متوقع ان هم يلعبوا بنفس الاداء ده. فالمفروض الاداء هيظهر في اول 10 دقائق في المباراه، اللي هيقدر يحكم سيطرته على اداء الفريق ومفاتيح لعب الفرقه الاخرى هو اللي هيبقى ليه الغلبه في البدايه. طيب كابتن ياسر، انت مش بعيد عن الملعب وعندك خبرات طويله مع الفريق في السنوات السابقه، لو هتدير المباراه وهتبدا المباراه، افضل مجموعه تبدا بيها مين؟
من التشكيل اللي قدامنا كده. التشكيل اللي قدامنا هيبقى أول توقعات يعني هيبقى عندي في الوينج اللي هو عظمة تقريبا اسمها سلمة، وبعد جنبيها سندس، إسراء، دعاء، سارة الخوري، على الدايرة هتبقى نصرة، وفي حراس المرمى هتبقى غادة إن شاء الله. طيب كابتن محمد اتفق مع نفس وجهة النظر؟ والله كابتن ياسر أدرى لأن هو كان مفروض موجود مع الفريق أكتر مني، فهم التشكيل اللي قال عليه كابتن ياسر تشكيل معقول متوازن، فيقدروا إن شاء الله يعملوا حاجة في بداية المباراة. طيب النقطة السلبية اللي شفتها امبارح في أداء فريق الأهلي النهاردة بتتمنى ما تكونش موجودة؟ لا، هو امبارح ما كانش فيه نقط سلبية لأن كابتن يحيى كان عامل روتيشن وعامل روتيشن كويس. تمام. وأعتقد إن النهاردة لا لازم هيلعب فورتين بقى خلاص. أكيد. داخلين على تحقيق بطولة. أكيد بإذن الله إن شاء الله. طيب أنا بشكرك كابتن ياسر، بشكرك كابتن محمد، وسريعا إلى ملعب سيتي كلاب، ملعب السيتي كلاب في السلام، الصالة المغطاة، إلى المعلق الرياضي الكابتن إيهاب رجب والتعليق على مباراة الأهلي وسبورتنج في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لدور السيدات لكرة اليد. كل التوفيق يا رب لفريق الأنسات لكرة اليد، والميكروفون مع الكابتن إيهاب رجب، اتفضل يا كابتن إيهاب.